بالنسبة لدي قصي ما شفت الصور لليوم نهائيا، وأصلا لما تواصلت مع أشخاص معنية عندنا يعني تربطنا باللي يصير بالبلد بعد أن خرجنا، يعني جماعتنا نكره تماما أنه ذولا عدي قصي. اتضح بعد مرور مدة، إذا أقول لك بعد مرور 3 سنوات، أنه أخفوا الموضوع عنا وباستمرار يقولوا لنا زينين دي يقاتلون حفاظا على معنوياتنا، لأنه إحنا كنا أيضا في ظروف صعبة، النساء يعني نساء تركوا البلد مع أولادهم، كبارهم موجودين بالبلد، فكانوا يحافظون على أنه النساء تبقى معنوياتها عالية. مو 3 سنين، 2 سنين وشوي، لا يعني هنا ننطوني الخبر كما هو، لكني ما شاهدت. عرفتي حقيقة ما جرى؟ قطعا نعم. كيف تم القبض عليهما وقتلهما كذلك؟ المعلومات موجودة بالإنترنت، أرجعها، معلومات ما أريد أتصفحها وتوجعني وما أريد أذكرها إطلاقا. أكيد متوافرة للجميع، كانت ولكن رغد نعم كان وشاية. أنت شقيقة عدي وقصي، أكيد لديك جانب آخر من القصة غير متوافر في الإنترنت. أنا بالكتاب ذكرت تفاصيل كثيرة. نعم. مذكراتك يعني أنا ما رح أقول لك، ما أقولها لا أحرق الكتاب، لا ما يهمني. أنا يهمني أن تخدم الحقائق كما هي ونخلص من القال والقيل. وشاية نعم كانت أكو وشاية، والواشي موجود، والواشي يتنقل بين دول أجنبية وأحياناً دول عربية رغم أنه ضاق الخناق عليه. لديك الدليل القاطع بأنه هو هذا هو الشخص؟ نعم عندي دليل.